يوم من الأيام دخل على هارون الرشيد قال السلام عليك يا الله. قال لست ذلك. قال السلام عليك يا جبرائيل. قال لست جبرائيل. قال السلام عليك يا رسول الله. قال لست رسول الله. قال لي إذن انزل، شكو عندك قاعد فوق؟ شنو فرقك عن بقية الناس؟ أنت ربهم، أنت جبرائيل، أنت نبي، شو صاعد فوق؟